هاتفيا ينضم الينا دكتور وليد جاب الله عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والتشريع السياسي. مرحبا بك يا دكتور. اذا نتحدث عن مساله تزايد الديون وتكلفه التمويل نتيجه طبعا لارتفاع معدلات التضخم، تزايد ايضا معاناه الدول الناميه نتيجه لهذه التداعيات الاقتصاديه وتداعيات الازمات الاقتصاديه المتتاليه، كيف من الممكن ان تستفيد بالفعل الدول الناميه من هذا التجمع؟ واليوم هو اليوم الثالث والاخير لهذا التجمع ايضا، كيف تابعت كلمة السيد الرئيس؟ واهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. والسيد الرئيس كما عودنا دائما ما يضع يده على المشكلات ويقدم الحلول، فالمشكلات قائمة، هناك مشكلات سردها السيد الرئيس في خطابه السابق وأشار إليها أيضا وأشار إلى الحلول في خطابه الحالي، وهي أن الدول النامية في سبيلها إلى التنمية تحتاج إلى تمويل عادل. هذا التمويل الذي تعاني الدول النامية من شروط صعبة من أجل الحصول إليه من المؤسسات المالية والنقدية الدولية. من هنا فإن دعوة السيد الرئيس إلى توفير التمويل العادل هي دعوة مهمة جدا وتأتي في وقتها. أتصور أن دعوة السيد الرئيس تتفق مع توجه عالمي أيضا، فتابعنا مؤخرا أن صندوق النقد الدولي يخفض من الرسوم الإضافية للحصول على قروض صندوق النقد الدولي. اليوم السيد الرئيس يعرض ويطالب من خلال هذه القمة بإجراءات فاعلة في مجال تدبير التمويل العادل للدول النامية، فالدول النامية تعاني بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة. هذا الأمر الذي يترتب عليه صعوبات لدى الكيانات الاقتصادية التي تعمل في مجال التنمية والمشروعات لديها، ليس الحكومات فقط، فالتنمية بجناحيها القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعانون معاناة شديدة من ارتفاع تدابير التمويل. أتصور أن بنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه في مظلة بريكس هو آلية من الآليات المهمة التي يمكن من خلالها تقديم التمويل العادل والمساهمة في تدبير التمويل الذي يساعد الدول النامية على صناعة مشروعها التنموية في ظروف عالمية صعبة جدا تحتم على الجميع التعاون وتحتم على كيانات التمويل الدولية القيام بمسؤوليتها من أجل تخفيض تكاليف التمويل الدولي. دكتور وليد، حضرتك ذكرت الآن نقطة غاية في الأهمية، مسألة أنه هذه القمة تأتي في وقت عصيب للغاية، هناك العديد من التحديات سواء كانت السياسية سواء كانت الدولية، صراعات جيوسياسية على رأسها طبعا هذه الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وأيضا ما يمثلها من انتهاكات ضد الشعب اللبناني. أيضا السيد الرئيس التقى بالأمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد على مسألة دعم الدولة المصرية لهذه القضية الفلسطينية وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 67. كيف تقرأ كل هذه الجهود وكيف من الممكن أن يكون هناك نوع من الاستجابة من قبل المجتمع الدولي بعد هذه المشاركة من قبل السيد الرئيس والمشاركة التاريخية والمشاركة الأولى للدولة المصرية في هذا التجمع لوقف هذه الانتهاكات وتخفيف وتيرة ما يحدث سواء كان في فلسطين أو حتى في لبنان أيضا؟ الواقع أن تضرر الدولة المصرية من الحرب الإسرائيلية في غزة وما تقوم به في المنطقة كلف الدولة المصرية أكثر من 6 مليار دولار تراجع في إيرادات قناة السويس وكلفها تكاليف صعبة جدا، ولكن رغم ذلك فإن الدولة المصرية وفي هذه الظروف لا تتخلى عن دعمها للشعب الفلسطيني ولا تتخلى عن قضاياها العروبية، ويحمل السيد الرئيس هموم الشعب الفلسطيني وهموم القضايا العربية في قمة بريكس هذه القمة المهمة، حيث يقوم بعرضها بصورة عادلة ويطلب من الجميع التدخل من أجل تهدئة الأوضاع حتى يعني يكون هناك أرضية لصناعة التنمية وحتى يكون هناك مجالا لأن تصل الحقوق إلى أصحابها وفقا للتفاوض ووفقا للإجراءات العادلة التي تحقق مصالح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
طيب دكتور وليد، نحن نتحدث أيضا عن الجزء الاقتصادي. أكيد يعني الدولة المصرية كما اعتدنا لها نظرة ثاقبة واستباقية في كل الأمور، تريد الحقيقة دائما رأيناها تتبنى في سياساتها الخارجية مبدأ المصالح المشتركة، والحقيقة أن هي تسعى من خلال هذا التجمع لتوسيع الصادرات المصرية، مزيد من الشراكات سواء كانت الإقليمية والدولية وحتى العالمية، المزيد من اتفاقيات التعاون على كافة الأصعدة وفي كل القطاعات، سواء تعزيز التعاون في قطاع الصناعة في قطاع الزراعة. إلى أي مدى من الممكن أن تجني الدولة المصرية ثمار هذا التجمع وهذه الخطوة من المشاركة الفعلية والتاريخية في هذا التجمع؟ أيضا كيف من الممكن أن يكون هناك مردود إيجابي في الأيام القادمة؟ دكتور وليد تفضل. وطبعا المردود الإيجابي حدث بالفعل، ففي خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024 ومنذ أن ضمت مصر إلى تكتل بريكس، وارتفعت نسبة التبادل التجاري ما بين مصر وما بين دول البريكس إلى بنسبة نحو 15% لتصل إلى ما يجاوز 30 مليار دولار. هذه الزيادة يمكن البناء عليها. من خلال كلمات السيد الرئيس نجد أنه يعرض مقومات الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري بصورة تساعد على زيادة الانتاج، وهو الأمر الذي يدفع نحو زيادة الصادرات المصرية. عمليات التبادل التجاري سيما ما تقوم بها مصر، نجحت الدولة المصرية في أن توفر إطار قانوني يفتح الأسواق أمام السلع المصرية، وهذا في حد ذاته يعني يشكل حافز مهم من حوافز الاستثمار. عندما تذهب الدولة المصرية إلى تكتل بريكس فإنها تذهب باعتبارها بوابة لإفريقيا، فالاستثمارات التي من المتوقع جذبها خلال هذا المنتدى هي لا تدخل السوق المصرية الكبير فقط. مصر سوق بيصل إلى نحو 107 مليون مواطن مستهلك. هذا السوق الكبير مرتبط أيضا بأسواق أكبر، فمصر بوابة إفريقيا وترتبط مع إفريقيا باتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الكوميسا والعديد من الاتفاقيات. إذن علاقات مصر الدولية ووضع اقتصادها هو يؤهلها لكي تجذب مزيد من الاستثمارات، وهي تستهدف من وجودها في هذه القمة التواصل المباشر مع كيانات بريكس ومنها غرفة التجارة والصناعة المرتبطة بتكتل بريكس، والتواصل مع المستثمرين بصورة مباشرة من أجل زيادة الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري ما بين الدولة المصرية وتكتل بريكس. حضرتك أيضا ذكرت مسألة القارة الإفريقية، ومن خلال رئاسة الدولة المصرية سواء للاتحاد الإفريقي للكوميسا، الدولة المصرية تقوم بالعديد من الأمور الإيجابية الحقيقة للقارة الإفريقية، وكما يطلق عليها الكثيرون أن هي يمكن قلب القارة الإفريقية. والحقيقة أنه حتى يعني قطار التنمية في الدولة المصرية يسير صوب الجمهورية الجديدة، هناك العديد من مشروعات التنمية التي تقام على كافة الأصعدة في كل القطاعات وفي كل المجالات، سواء كانت الحقيقة اقتصادية اجتماعية ثقافية صحية تعليمية، لكن تبقى دائما القارة الإفريقية ومصالح ومتطلبات أبناء القارة الإفريقية هي أولوية بالنسبة للسيد الرئيس. كيف من الممكن أن يكون هناك جذب للاستثمارات ليس فقط للدولة المصرية بشكل خاص، لكن أيضا للقارة الإفريقية بشكل عام؟ دكتور وليد. طبعا مصر بتتبنى القضايا الإفريقية، والسيد الرئيس ومن خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي كان قريبا جدا من الملف الإفريقي وتبنى القضايا الإفريقية وأجندات التنمية الإفريقية، وتحدث عنها مرارا لدى مؤسسات التمويل. فهناك مشروعات إفريقية محددة هي التي ستساعد على زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وزيادة الوجود الإفريقي في مجال التبادل التجارة الدولية. من هنا فإن الحديث عن إفريقيا هو التزام التزمته الدولة المصرية على نفسها، ودائما السيد الرئيس ما يتحدث عن قضايا مصر وقضايا أمتها العربية وقضايا منطقتها الجغرافية في إفريقيا، هذا الأمر وهذا الالتزام هو التزام بتلتزم الدولة المصرية
ومهما كانت التحديات ومهما كانت الأعداء بتظل مصر كبيرة وتظل مصر قادرة على تجاوز تحدياتها وتظل صوت للأمة العربية وللدول الإفريقية. خليني أخذ من كلامك أخيرا دكتور وليد مسألة هذه التحديات، والحقيقة أنه هناك العديد من التحديات والأزمات الاقتصادية التي كانت متتالية خلال الأعوام الأربع الماضية بدءا من أزمة كورونا أو جائحة كورونا، ثم تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وكما تعلم هي جاءت ما بين دولتين مهمتين للغاية، أيضا مسألة ما يحدث من انتهاكات في فلسطين وأيضا في لبنان، الحقيقة أثر بشكل كبير ليس فقط على الدول العربية والإفريقية والدولة المصرية لكن على كل دول العالم. الحقيقة إلى أي مدى من الممكن هذا التجمع ومشاركة الدولة المصرية تساهم بشكل أو بآخر في دفع أطر التعاون في مجالات الصناعة والزراعة وكل الأصعدة، وأيضا بما يساهم في تحفيز حركة الاستثمار والتجارة في الداخل المصري أيضا؟ وطبعا مشروع التنميه المصري ومنذ بدءه في ولايه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يواجه تحديات ذكرتها حضرتك، واذكرك ايضا بتحدي الارهاب التي نجحت فيه الدوله المصريه ولم يمنعها من صياغه مشروعها التنموي. في ظل هذه التحديات نجحت مصر في بناء اقتصاد تنافسي مطابق للمعايير الدوليه، نجحت القيادة المصرية في قيادة الاقتصاد في ظروف بالغة الصعوبة، لا أتصور أنها سبق وأن حدثت كل هذه الأزمات المتتالية بصورة لا يستطيع الاقتصاد العالمي بالكامل أن يتنفس خلالها. ورغم ذلك النتائج تؤكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا، أن مصر لديها قطاعات اقتصادية متنوعة متعطشة لمزيد من الاستثمارات، مصر تمد يدها شرقا وغربا، مصر متفاعلة مع كافة الكيانات الاقتصادية ولديها علاقات طيبة مع الجميع، وتدير سياستها الخارجية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي بمنتهى الحكمة التي تؤهلها لأن تمضي قدما في مشروعها التنموي وأن يكون لها دور فاعل في تهدئة الأوضاع في المنطقة ويصل بها الأمر في أن تقدم خلاصة تجاربها عند مشاركتها في الفعاليات والقمم العالمية. طيب حضرتك يعني طولنا على حضرتك دكتور وليد، ذكرت أيضا نقطة مسألة أنه من ضمن هذه التحديات مكافحة الدولة المصرية ونجاحها في ملف الإرهاب، ودائما نرى الدولة المصرية تستعرض كل تجاربها الناجحة سواء في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تبنته في شهر يونيو لعام 2016، مسألة الهجرة غير الشرعية، مكافحة الإرهاب كما حضرتك ذكرت. أيضا الحقيقة أنه الدولة المصرية كل هذه التجارب الناجحة واستعرضها لكل هذه التجارب الناجحة، كيف ممكن أن يكون هناك تبادل للخبرات في هذه التجارب الناجحة؟ مسألة أيضا العلاقات الطيبة مع كل دول العالم، يمكن خلال السنوات الماضية رأينا زيارات متبادلة ما بين السيد الرئيس وعدد من قادة ورؤساء دول العالم، نتج عنها نوع من الاتفاقيات سواء كان في مجال التبادل التجاري يعني في قطاع التعليم في قطاع الصحة وما إلى ذلك، وأيضا بقى ليها بصمة كبيرة جدا في كل المحافل الدولية. إلى أي مدى له أثر كبير جدا في ملف العلاقات الثنائية التي تجمع الدولة المصرية بكل دول العالم؟ وطبعا طبيعة الدولة المصرية على المستوى الجغرافي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى التاريخي بيجعل كافة الدول شرقا وغربا وكافة التكتلات الاقتصادية تتفهم الخصوصية المصرية، وبأن مصر لا يمكن أن يكون لها امتداد شرقي فقط أو غربي فقط، فمصر متشعبة واقتصادها كبير ومتنوع، وهذا التنوع يفرض أن تتم إدارته بطريقة حكيمة وبأن يكون هناك تعاون ما بين مصر والمؤسسات الاقتصادية الغربية والشرقية أيضا. وأتصور أن مصر يمكن أن تكون الجسر الذي يمكن أن يصل ما بين المؤسسات الغربية التي ترتبط منها بها مصر بعلاقات طيبة جدا، وأيضا التكتلات الجديدة وعلى رأسها تكتل بريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا، بأن يكون هناك تواصل. فتكتل بريكس لا يستهدف الصدام ما بينه وما بين المؤسسات الغربية، ولكنه يستهدف خلق مسارات جديدة تخلق متنفس للاقتصاد العالمي، هي تصب في النهاية لمصلحة الجميع، لمصلحة الشرق والغرب، لمصلحة مؤسسات بروتون وود التقليدية ولمصلحة المؤسسات الجديدة التي تستهدف مسارات إضافية للاقتصاد العالم لكي يستمر ولكي يولد نظام اقتصادي عالمي جديد لابد من أن يتم بناؤه
على العدالة وليس على الصراع. هذا الصراع وهذه الحالة من تكسير العظام التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة أرهقت المواطنين في كل أنحاء العالم، وآن الوقت لكي يتم الاستماع إلى صوت العقل الصادر من الدولة المصرية بأن يتم أن تتم تهدئة الأوضاع وأن يتم الوصول إلى تفاهمات عادلة تحقق المصالح للجميع. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، شكرا لك يا دكتور.